بام برودكشن، معكم مستر حميد راي ولد اليوسي، واللي ما كيعرفني غادي يعرفني اليوم. كلامي ليك يا خويا عدنان الرامي، يا اللي شايفك تتألم قدامي، خايف يصرالك كيف ما صرالي. هذا ميساج لك يا نورة، يا اللي غلطتي في عدنان وبدلتي الصورة. فكري مزيان قبل ما يدع منك ذاك الإنسان اللي عيشتيه في أحلام، وأنا متأكد عمرك غادي تنسي عدنان. تحية كاع ناس بن بطوطة، أنا وصيكم باللي الحب ولا اليوم غير كذبة. وما ننساش خالد المهداوي ومروان شداد، مهدي مرزاق ويقال أحسن كوبل في هاد العالم، وسناء بوداس وهاجار بيست ولاد اليوسي وناس دوار الدوم. حميد راي، علاش ضلتيني سيتيني لدوزنا في داك الشهور، وحرام عليك خليتيني عايش وحيد في قلبي ممن كانت ترضيه ويرضيها. لما تغيبي سول فيها عمر عدنا المسخة بيها. ذاك اليوم جات لعنده جرحاته بكلمات إنساني، وبدا يتألم ويعاني يضحك قدامها بالعاني. 4 شهور عايشين في كدور، حب معاها ما موجود، واليوم عدنا صار مغلوب. هذا الشي ما كان محسوب، لما تفارقتي معاها قلبك عمره ما انساها. شحال من بنت جات موراها لكن قلبك ما بغاها. انا سبب هاد العلاقة اللي صارت لا علاقة. نور شحال عزيز عليا لكن عدنا نراويا. يا نورا يا بنت الناس كلامي دايعك القرطاس، رجعي ليه ما كاين باس، رهنا ومعاك الاخلاص. اسمعي لذوك الحساد اللي دارو في قلبك وسواس، صافي ساليت كلامي راك عزيز يا الرامي. نوصيكم يا خوتي ما تيقوش باللي كاين الحب، انا مجرب وبغيت كلامي يوصل ليكم. وهذه قصة عدنان ونورة اللي في قلبي محفورة.